السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اقتباس للإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني من بيان كتبه بتاريخ 5 من شهر ذي القعدة لسنة 1433 للهجرة، الموافق 21 من شهر سبتمبر لسنة 2012. يتناول فيه الإمام أمرا هاما جدا، وهو نفي الشفاعة للعبيد بين يدي الرب المعبود، ويجيب فيه على 11 سؤالا يتعلق بالشفاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: فهل يعلم الله بأن أحدا من عبيده يتجرأ أن يشفع لعبيده بين يدي ربهم يوم القيامة؟ والجواب: قال الله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. ويتبين لكم أن أصحاب عقيدة شفاعة العبيد للعبيد بين يدي الرب المعبود قد أشركوا بربهم، ولذلك قال الله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. السؤال الثاني: وهل أمر الله رسله أن ينهوا الناس عن الاعتقاد بشفاعة الأنبياء وأولياء الله بين يدي ربهم؟ الجواب: قال الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. السؤال الثالث: وهل الكافرين شفعاء بين يدي ربهم يطيعهم الله في طلب الشفاعة كما يعتقدون في الدنيا والآخرة؟ الجواب: قال الله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. صدق الله العظيم. السؤال الرابع: وهل للمؤمنين شفعاء بين يدي الله كما يعتقدون بشفاعة العبيد للعبيد بين يدي الرب المعبود؟ والجواب: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. صدق الله العظيم. السؤال الخامس: إذن لن يجرؤ أحد أن يتقدم بين يدي ربه يحاجه من أن يعذب عباده الذين ظلموا أنفسهم فيشفع للظالمين بين يدي ربهم؟ الجواب: قال الله تعالى: فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. صدق الله العظيم. السؤال السادس: فإذا كان الأب من أولياء الله وابنه من الذين ظلموا أنفسهم، فهل يغني عنه من عذاب الله شيئا فيشفع لولده بين يدي ربه؟ والجواب: قال الله تعالى: واخشوا يوما لا يزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العظيم. السؤال السابع: وهل إذا كان الزوج من أولياء الله وزوجته من الذين ظلموا أنفسهم، فهل يغني عن زوجته شيئا فيشفع لها بين يدي ربها حتى ولو كان نبيا ورسولا؟ والجواب: قال الله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. صدق الله العظيم. السؤال الثامن: فهل هذا يعني نفي الشفاعة مطلقا للعبيد بين يدي الرب المعبود لكافة عبيده؟ الجواب: قال الله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. السؤال التاسع: إذن لن ينفع الأرحام أرحامهم بين يدي ربهم، فلا يأذن الله لأحد منهم أن يشفع لأهله بين يدي ربه، فزدنا فتوى في ذلك من محكم الكتاب ذكرى لأولي الألباب. والجواب:
قال الله تعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. السؤال العاشر: إذن الشفاعة هي من الله إلي، فلم تتجاوز ذاته سبحانه إلى أحد من عباده، فزدنا فتوى للتأكيد من محكم الكتاب ذكرى لأولي الألباب. الجواب: قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، ثم إليه ترجعون. صدق الله العظيم. ولذلك أمر الله الرسل أن ينذروا أقوامهم فينهوهم عن عقيدة شفاعة العبيد بين يدي الرب المعبود. وقال الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. السؤال الحادي عشر: فهل يوجد في سنة البيان في الأحاديث النبوية الحق ما يزيد ذلك بيانا وتوضيحا للأمة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يبين للناس الكتاب بالحق فلا ينطق عن الهوى؟ والجواب: قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا. وقال محمد رسول الله صلى الله عليه وآله الأطهار وسلم: يا بني كعب، بني لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا. وقال محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. صدق عليه الصلاة والسلام. انتهى الاقتباس. تلته على مسامعكم إحدى أنصاريات الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني. إلى الملتقى في اقتباس جديد.